طيب دي كانت مرحله وخلصت، لكن المرحله الحاليه هي الاهم تحت قياده الكابتن حسام البدري. عايز اتكلم، انا بحب دايما الكواليس، فانا عايز اتكلم في الكواليس. في الكواليس قبل تعيين الكابتن حسام البدري الامور كانت ماشيه ازاي؟ لان في بعض الاحيان قلنا ان كابتن حسام البدري في الاول خالص هو الاقرب، وبعدين قلنا ايهاب جلال، وبعد كده قلنا كابتن حسام حسن، كابتن حسن شحاته. ايه اللي حصل؟ طيب ده كان الملف الصعب بالنسبه للجنه، والملف الذي ادير بشكل خاطئ من اللجنه كمان. الملف الذي ادير بشكل خاطئ هو كمان. قبل ما تكمل، كان في تصريح للاستاذ عمرو الجنايني في المؤتمر الصحفي بتاع كابتن حسام بدري، قال ان احنا ما اتكلمناش على اسماء، وكل الاسماء اللي اتقالت دي كانت اجتهاد. انا اثرته وهتكلم فيه. كان الخيار الاول بالنسبه لهم خلاص هو مدرب وطني، ولازم نختار مدرب وطني. وطلع الاستاذ عمرو الجنايني في بعض الاوقات اتكلم، قال احنا عندنا خمسه: كابتن حسن شحاته، كابتن بالزبط. حسام البدري بالزبط. كابتن احمد حسام ميدو، كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال. البعض داخل اللجنه راى انه الكابتن ايهاب جلال هو الافضل، وهو رجل المرحله بحكم ان هي دماء جديده، وبنكرر تجربه كابتن حسن شحاته لما جبناه من الراجل كان موجود في الدرجه الثانيه، وفجاه بقى موجود في صعد بالمقاولين، كسب اهلي، كسب زمالك، فجبناه منتخب عمل نتائج. بالظبط. فهم قالوا هنجرب التجربه ونعيدها، ولكن الكابتن ايهاب جلال اعتذر الساعه 3 بالليل منتصف الليل. يعني كانوا مستقرين خلاص على الكابتن ايهاب جلال. والله تم ابلاغ الكابتن ايهاب جلال بان هو مدير فني لمنتخب مصر، والكابتن ايهاب جلال اتصل بالكابتن محمد فضل الساعه 3 منتصف الليل، اللي هو يوم ايه؟ يوم الاعلان على الكابتن حسام بدري. يوم الاعلان على الكابتن حسام البدري دوت كان المفترض، هو كان المفترض يعلنوا على الكابتن ايهاب جلال قبل الكابتن حسام البدري مثلا بيوم او اثنين. جم قال لك لا، ده في تراجع وفي حد تاني بيقرب. جم الساعه 6 بالليل اعلنوا الكابتن حسام البدري. بالظبط. اليوم اللي قبليه بالليل الساعه 11 بالليل كان في اجتماع في اتحاد الكوره، وتم ابلاغ الكابتن ايهاب جلال بجهازه الفني المعاون بان هو موجود، رجع الساعه 3 بشروطه. هو بشروطه كويس، عشان شروطه دي عجبتني قوي، لان دي هنحتاجها بشروطه. قال انه انا بعتذر، مش هينفع اكمل في، مش هينفع ابقى موجود. ايه الاسباب؟ اسبابه مش ماليه طبعا. ولكن تم تسريب خبر ان الكابتن ايهاب جلال رسميا هيبقى مدير فني منتخب مصر الساعه 10 بالليل. كنت انا من ضمن الناس اللي نزلت الخبر، وبناء على اسم من داخل اتحاد الكوره، وهو اللي طلع. ما فيش صحفي كتب معلومه غلط في الملف. بالظبط. خد بالك، دي حقيقة. كل اللجنه بتتكلم مع كل الناس، وكل اتحاد الكوره بيتكلم مع كل الناس، ما فيش صحفي كتب معلومه غلط. بس بتروح لمصدر، ده بيديك معلومه وده بيديك معلومه ثانيه وده بيديك حسب اهوائهم الشخصيه. حسب اهوائهم طبعا. ملف المدير الفني داخل منتخب مصر ادير بالهوى في الفتره، ولكن لتجميل او لحفظ ماء الوجه تم ان احنا نمشيه في سكه ان هو تم اختياره طبقا للمعايير العالميه. هقف عند كلمه معايير عالميه اللي قالها الاستاذ عمرو الجنايني، لانه لو معايير عالميه ما فيش واحد من الخمسه يمسك منتخب مصر، مع احترامي للكل. لو بالمعايير العالميه ما فيش واحد في مصر بينطبق عليه حاجه اسمها معايير عالميه. بشكل عام مش من الخمسه. مش من الخمسه، ما هو احنا بنقول بقى الخمسه كمصريين. لو معايير عالميه ما فيش واحد من من كل مدربين الدوري ينطبق عليه حاجه اسمها معايير عالميه. عشان نبقى ايه متفقين او اللفظ خارج. ايه هي المعايير؟ ما هو ما ردش، سالنا السؤال ده في المؤتمر، ما ردش على المعايير يعني. ولكن لما اعتذر الكابتن ايهاب جلال الساعه 3 الفجر، كان في هنا خلاف بين استاذ عمرو الجنايني وباقي اعضاء اللجنه. لان استاذ عمرو الجنايني كان ميال جدا للكابتن حسام حسن، ميال جدا للكابتن حسام حسن. طبعا. وميال جدا انه لو مش الاختيار دوت يبقى بعديه كابتن حسام البدري، فاذا الكابتن حسام البدري الاختيار الثالث لمنتخب مصر. الثالث. كابتن حسن شحاته كان موجود ومتفرد لوحده، كان هو رقم واحد، ولكن لما جه كابتن حسن شحاته تم استبعاده، وقال له انه عامل السن، وميدو كان المفروض ميدو يشتغل معاه مدرب عام، وده كان هيتم حسم الامور بدري ويشتغل الجهاز دوت. ولكن لما ميدو رفض وقال انا هكمل تجربه المقصه، فتم انهاء الفكره دي. لو جينا بصينا انه كابتن محمد فضل، كابتن احمد عبد الله، باقي اعضاء اللجنه عايزين كابتن ايهاب جلال باللي معاه، الكابتن عمرو الجنايني كان محتاج كابتن حسام حسن. على الترابيزه تم التصويت، وتم اكتساح 4-1 للكابتن ايهاب جلال. كويس. تم ابلاغه وتم اعتذاره تاني يوم. برضو اسباب الاعتذار يا احمد، اسباب اعتذار الكابتن ايهاب جلال ايه هي؟ انا برضو نسيت اقول لك في الحته دي انه لما نزل تم تسريب الخبر، الكابتن ايهاب جلال شاف صدى مش حلو على السوشيال ميديا وكل الدنيا وعلى المواقع انه ازاي، وبدا حس ان في حرب كبيره جدا ضده. بجانب انه هو عنده 3 مليون وكيلو واخدهم من النادي المصري، ال 3 مليون كانوا عباره عن 3 شهور ب 800,000 الشهر. بجانب 50,000 دولار للنادي الليبي اللي سابه جه. بجانب الضرايب اللي عليه فيها 3 مليون جنيه، كان مطالب اتحاد الكره يدفعهم، فاتحاد الكره قال مش هندفعهم. تم اقتراح من احد اعضاء اللجنه انه نادي المصري عنده مشكله في القيد وعنده فلوس كتير، ممكن نخصم الفلوس دي في دي. فتم رفض الموضوع لان ما ينفعش الخلط. ولكن صدقني يعني
يلا مصدقك حفاظا على ناس كتير انه اعتذر الكابتن ايهاب جلال عمل مشكله كبيره وعمل خناقه كبيره داخل لجنه الاتحاد الكوره، وحتى اتخانقوا مع الكابتن ايهاب جلال انه ما كانش ينفع ان انت تعمل فينا كده، واتقال له كلام يعني ما ينفعش انه يتقال. انت كلام معناه ايه يعني؟ فيما معناه ايه؟ معناه ان هم هيشوفوا الدور يعني. فاهمني؟ والله انا ممكن يعني يعني ان هم بيدوا له حجم اكبر من احنا حجمه. احنا اللي عملنا يعني كده، مع ان هو طبعا مدرب كبير يعني طبعا، وانا بحترمه جدا بس على فكره. ولكن لما لف الموضوع تاني فخلاص قال لك طب حسام حسن، فكانوا التانيين رافضين اصلا فكره حسام حسن، فخلاص بقى مين الخيار الثالث؟ كابتن حسام البدري. طب نجيب الكابتن حسام البدري. طب لو جبنا الكابتن حسام البدري ما هو لازم، هو اي مدرب ليه جناحات بيشتغل بيها؟ لا لازم نقصقص الجناحات دي شويه. طب نعمل ايه؟ طب كابتن طارق مصطفى احنا اللي كنا جايبينه مع كابتن ايهاب جلال لازم نجيبه. كابتن ايمن طاهر كنا عايزين نجيبه. طب لا خلاص لازم نجيبه. بالظبط. طيب كان كابتن عماد متعب كان مطروح طبعا، وتم مطروح إيه؟ تم ابلاغ الكابتن عماد متعب ان هو مدير منتخب مصر مع الكابتن ايهاب جلال. ولكنه اعتذر فور قدوم الكابتن حسام البدري. اول ما عرف هو اللي اتصل واعتذر، انا مش موجود علشان ما يطلعش الكلام يتقال بعد كده. لما اعتذر كابتن حسام البدري كان عنده امل ان هو يجيب كابتن احمد حسن مدير منتخب، ولكن تم الاتصال بالكابتن محمد بركات انت موجود مدير منتخب، بحيث انه عمليه احراج وضغط على الكابتن حسام البدري. يعني الاتصال بالكابتن محمد بركات كان من مين؟ يعني مش كابتن حسام بدري، كابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل بالظبط. تم الاتصال بيه وان انت هتبقى موجود معانا مدير منتخب. لما كابتن حسام جه قال انا عايز كذا، قالوا لا احنا كلمنا كذا فمش هينفع، هنعمل مشكله. كابتن طارق مصطفى اختيار كامل من اللجنه، كابتن ايمن طاهر اختيار كامل من اللجنه، كابتن احمد ايوب ما كانش موجود، قدر الكابتن حسام بدري ان هو يدخله بس كمدرب ثالث مش ثاني، يعني كابتن طارق مصطفى هو المدرب العام رقم واحد، المدرب العام رقم اثنين كابتن احمد بس الاعلام أيوب. في المؤتمر الصحفي كان من قبل الكابتن حسام البدري ان اثنين مدرب معايا، اثنين مدربين، ما قالش مدرب عام ولا مدرب مساعد، قال اثنين، كابتن احمد ايوب والكابتن طارق مصطفى، ما قالش التايتل بتاع كل واحد لوحده. مدرب عام، مدرب عام رقم واحد كابتن طارق مصطفى، مدرب عام رقم اثنين كابتن احمد ايوب، مدرب مساعد كابتن سيد معوض، مقترح اخر انه كابتن محمد شوقي بعد بطوله افريقيا 23 سنه ينضم كمدرب مساعد بحكم ان هو رابط بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول ككادر جديد. بس علاقه كابتن محمد شوقي دايما بكابتن حسام بدري مش قويه يعني. ولا بكابتن بركات. ولا بكابتن بركات؟ عشان برضه ولا بكابتن بركات يعني. مين اللي علاقته كويسه يعني؟ فبالتالي كده انا شايف انه كابتن ايهاب جلال لما قلنا بشروطه دي هو فرض شروطه. كابتن حسام بدري ما عرفش يفرض شروطه. يعني كابتن حسام بدري جاء مجبر على الناس اللي معاه يعني مجبر. هو اختار مثلا ايه كابتن معوض كابتن احمد ايوب، قال كلمه حلوه جدا كابتن حسام البدري في وانا مبسوط ان هو قالها يعني لان هو معترف يعني، قال لك كنت بعدي قدام صوره اتحاد الكوره بقول يا رب يعني انا بتمنى ان انا امسك منتخب مصر. اي حد يتمنى طبعا. بتمنى فهو كان عنده مشكله في دي من ايام 2014 لما كان مدير فني المنتخب الاولمبي. وكان كابتن شوقي غريب مدير فني المنتخب الاول، تم بس تبديل الادوار ان هو يبقى مدير فني منتخب اول، والتحقيق برضه سبحان الله صفه غريبه ان كان كابتن حسام بيدور اياميها على الاولمبياد، كابتن شوقي دلوقتي برضه على الاولمبياد، كابتن شوقي اياميها كان عايز امم وكاس عالم، دلوقتي برضه كابتن حسام جاي امم وكاس عالم. فده تطوير رهيب يعني في الكره المصريه. فانا شايف انه الكابتن حسام ما قدرش يفرض شروطه على اتحاد الكره لانه جه من بعيد يعني، جه من بعيد، اداره الملف الخاطئ من اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكره، الملف المدير الفني هي من اتت بالكابتن حسام البدري. رغم الاتفاق والاعتراف ان الكابتن حسام البدري مدير فني جيد وكبير وعنده انجازات مع النادي الاهلي عظيمه ومع بعض الانديه في بعض البلدان يعني، لكن احنا بنقول السيناريو اللي حصل. انا بحكي كواليس. انا بحكي كواليس بحيث انه ما نرجعش نقول انه طب في مشاكل موجوده ليه؟ طب في ازمات موجوده ليه؟ لكن اداره الملف الخاطئ للمدير الفني من اللجنه بالظبط هي من اتت بالكابتن حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، عشان نبقى نقطه من اول السطر. تمام. لم يكن الخيار الاول، لم يكن المرشح الاقوى، اي حاجه من الحاجات دي ما كانتش موجوده.